بقول لك ايه صح، ما تيجي عندي عجوز معتز بيقول لك تعبان بقاله يومين كده بتاع عادي تعبان عادي تلاقي دول برضو حاجة خالص مش موجود يا عم. دول برد ايه بس؟ بيقول لك عنده سكر وبيقوم عليه كل يوم. تعال نطلع. ايه سكر؟ ما ابوش في حلواني في شرم الشيخ ماشي، فما برضاش يجيب لنا اي حاجه، نقول له هات حتتين جاتوه ما برضاش يجيب. خلاص يا حبيبي خليه يشرب، خليه يشرب، ها واحنا نمشي احنا عادي. وبعدين يا حبيبي السكر دوت اصلا مصر كلها عندها سكر، عادي موضوع عادي بيس يعني. يلا بينا، يلا يلا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل عمال يقول لك تعال نزور فلان، ده فلان تعبان، وانت بالعافية بتحاول تطلع ان المرض اللي عنده ده مرض يعني ما هوش مستاهل ان احنا نزوره. هو انت ما تقسمش الامراض على مزاجك، هو مريض ده انت تقول الحمد لله، ده انا ايه ده في اجر مستنيني، يلا بينا ايه نروح نزور. ده انت المفروض تتلكك على ده، لو جاله شويه بس كده كحه تقول تعالى يلا احنا رايحين نزوره، علشان انت ما تعرفش الاجر والثواب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعده لزائر المريض وللانسان اللي بيعود المريض. فانا عذرك علشان انت ما تعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده حق، حق للمريض عليك، فانت مش بتتفضل عليه يعني احنا كده بقى، لا ده هو انت لازم تروح تزوره. اسمع الحديث ده واحفظه، واحفظه لزمايلك، واحفظه لاخواتك، لو انت حد كبير حفظه لاولادك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، سواء على فكرة تعرفه او ما تعرفوش، اي مسلم على اي مسلم، حق المسلم على المسلم ست حاجات. اذا لقيته فسلم عليه، تقابله في الشارع السلام عليكم ورحمة الله. انت دلوقتي ممكن تقابل واحد تقول له السلام عليكم ويفضل باصص لك كده، ايه ده مين ده يا ترى، وانا شفته قبل كده، ايه هو يعرفني؟ هو مش لازم يكون يعرفك على فكرة، مش ده مسلم وانت مسلم، فايقول لك السلام عليكم ولا اقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه. في الوليمة او العقيقة لما يقول لك تعالى وانا عزمك تجيب الايه الدعوة ديت. واذا استنصحك فانصحه، لو طلب منك النصيحة تديله النصيحة وما تغشوش في النصيحة. وإذا عطس فحمد الله فشمته، طب ما حمدش ربنا، قول له احمد ربنا سبحانه وتعالى علشان أشمتك. وإذا مرض فعوده، هي دي بتاعتنا، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه، يعني الجنازة تتبع الجنازة، يعني يستمر الحق بتاعه حتى بعد ايه وفاته، له حق عليك بعد وفاته. الشاهد هنا وإذا مرض فعوده، المرض ده بقى كان شوية انفلونزا، كان مش عارف كحة، جاله سكر، عمل عملية، حق له عليك، حق أصيل إن أنت تزوره ما لم يكن مرض معدي، حاجة مثلا زي الكورونا، لا خلاص ما مش خلاص مش عليك، ممكن بالتليفون كده تكلمه وخلاص. حد مثلا عنده كانسر والعياذ بالله وربنا يشفي الجميع، فواخد شوية إشعاعات، فالناس اللي هتخش ممكن تتأثر بالإشعاع ده، لا برضو خلاص، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، القاعدة بتقول كده، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو المنافع. لكن احنا بنقول اي مرض لازم انت تزور الشخص دوت مهما كان، وما تهونش من هذا المرض. لما تخش عليه بقى تعمل ايه؟ في بقى ناس بيخشوا يزوروا بعض، يقعدوا يضحكوا، يهزروا معاه، يا عم قوم يشدوه بتاع، يا جماعه ادعي له، يا ابني ادعي له، ده الدعاء مستجاب ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا دخل احدكم على مريض لم يحضر اجله، يعني المرض ده مش مرض موته، فقال اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات الا عوفي، يعني بسبب دعائك ده ربنا يستجيب الدعاء ويقوم بالسلامة. تقول له كده وانت قاعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، فتقولها 7 مرات. فانت تقول أقولها 7 مرات، فالناس هتقعد تبص لي، يا عم تقول 7 مرات دي السنة، فتقولها 7 مرات، طالما ان المرض ده مش مرض موته ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه بسبب الدعاء المستجاب دوت. ده حاجة عظيمة، انما نقعد نهزر ونقعد نجيب في سيرة فلان وعلان وبتاع ونسيبه نقول له خلاص مع السلامة، الدعاء ده سنة، ده حاجة عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود الا بعد 3، يعني هو مرض يوم السبت يخلي السبت يعدي، الحد يعدي، يوم الاثنين يروح يزوره، لان النبي لو اوجب زيارة المريض من اول يوم الصحابة كلهم كانوا بيروح، والمسلم الحق هيروح هيبص يلاقي في جيش جاي يزوره، لا فيخلي نفسه يأجل، يعني يقول لهم ايه اللي عايز يحب يزور اول يوم ماشي، تاني يوم ماشي، تالت يوم، في ساعة في هذا الامر، يعني مش لازم يوم معين، يعني عشان ما يجيش حد مريض يقول لك ايه ده عدى يومين وانت ما زرتنيش، انا كده بالنسبة لك ما سواش حاجة. قول له يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود الا بعد 3، بعد 3 ايام كان بيروح ايه يزور. وعلى فكرة مش لازم يكون حد كمان مسلم بس،
ده انت ممكن تزور واحد على غير الدين بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه خادم، فالخادم الصغير ده الولد ده مرض، فراح النبي زاره وكلمه شوية كده عن الإسلام، فببركة عيادة النبي له أسلم هذا الغلام. بسبب الزيارة دي أسلم، وأبوه شاور له كده وقال له خلاص اسمع كلام النبي خش الإسلام، فأسلم. ولما عمه أبو طالب مرض مرض الموت، النبي برضه صعبان عليه عمه اللي كان بيأزره وبيسانده إن هو يموت كده على غير الإسلام، فراح له وعرض عليه كلمة الإسلام لكنه إيه ما أسلمش، لكن النبي زاره في مرض موته. فهنا يبين لك سماحة الإسلام تجاه المسلم وغير المسلم، زيارة المريض تجد الله عنده، يعني تجد ثواب الله سبحانه وتعالى عند المريض، فدي حاجة فيها خير لك أنت قبل ما يكون خير للإنسان المريض. يا جماعة زوروا بعض وما تحرموش بعض من الأجر والثواب العظيم. وعندكم في مستشفيات عامة لو أنت عاوز تقدر نعمة ربنا عليك، نعمة الصحة، لو عندك في مستشفيات عامة والله العظيم هتلاقي مقاسي مقاسي، هتخرج من هناك والله كل اللي انت هتعمله هتقعد تبوس في ايدك تقول ده الحمد لله ده احنا في نعمة، وتاخد ثواب وتعتبر بالناس التانية اللي سلبت نعمة الايه الصحة. طولت عليكم، السلام عليكم.